المسافرين المسلمين، مع أن كثير من الناس الأوروبيين مثل ماركو بولو وفاسكو دي غاما اشتهروا بالسفر، فإن كثير من المسلمين اشتهروا بالسفر أيضا. ومن أهم الأسباب للمسلمين بأن يسافروا هو لقضاء فريضة الحج. ومن أشهر الناس الذين سافروا لقضاء هذه الفريضة هو الرحيل المشهور ابن بطوطة الذي كان من المغرب العربي، ولقد سافر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والهند وغيرها من الدول. أيضا هناك ابن جبير الذي سافر للحج، وإنه كان من الأندلس الإسلامي في ذلك الوقت من مدينة فالنسيا في إسبانيا المعاصرة، ولقد سافر في دول كثيرة. هناك مسلمين سافروا في الشرق الأوسط مثل هجر الدين بربروسا في العصر العثماني، وإنه الفكرة وراء شخصية هكتور باربوسا في فيلم Pirates of the Caribbean، وكذلك كابتن جاك بيردي الذي كان قرصانا وكان يأخذ السفن في الشرق الأوسط ولكنه أسلم، وإنه فكرة وراء كابتن جاك سبارو. كلاهما كابتن هكتور باربوسا وكابتن جاك سبارو في سلسلة الأفلام Pirates of the Caribbean المشهورة. حينما يسافر المسلمين للحج فإنهم يذهبون من كل أنحاء العالم مثل إفريقيا، فكان من بينهم منسى موسى الذي ذهب من مملكة مالي وذهب إلى الحج في القرن الرابع عشر، ولكنه في ذلك الوقت كان عنده ذهب كثير وأعطى كثير من الذهب كهدايا في مصر حتى انخفض سعر الذهب في مصر. وكذلك أيضا أسكيا ذا جريت الذي كان شبيها له ولكن لم يشتهر إلى حد منسى موسى ولم يكن إلى حد غنائه. والمسلمين سافروا في أماكن أخرى مثل في الصحراء الكبرى التي تكون أكبر الصحراء في العالم مثل التوارق. للمزيد من التفاصيل عن التوارق شاهد الفيديو التي صنعت عن التوارق. والمسلمين سافروا لأماكن أخرى لأسباب أخرى مثل مالك ابن دينار الذي سافر إلى الهند وكان تابعيا، وأيضا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غوانغتشاو في الصين. والمسلمين أيضا سافروا كتجار مثل إلى جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وبروناي وغيرها، وأيضا سافروا إلى أماكن أخرى مثل بيرما وهم نسبة قليلة هناك كأقلية ويكونون الناس يسمون الروهينجيا في بيرما. والمسلمين من أول الناس الذين سافروا إلى عدة أماكن مثل ابن فضلان خلال العصر العباسي، فلقد سافر من العراق إلى روسيا ولقد كتب الناس كتب عنه كروايات وقصص مثل Eaters of the Dead والفيلم 13th Warrior. حتى تجد أن الناس مثل كريستوفر كولومبوس اشتهروا بالسفر وأن يكتشفوا أمريكا، ولكن تجد أن هناك كثير من الناس ذهبوا إلى أمريكا قبله من بينهم مسلمين مثل أبو بكر الثاني الذي ذهب من غرب إفريقيا واكتشف أمريكا تقريبا 200 سنة قبل كريستوفر كولومبوس، وأيضا أمير البحر شانغ هي الذي سافر من الصين وكان مسلما. إنه سافر في سفن تقريبا 10 أضعاف حجم سفن كريستوفر كولومبوس وكان عنده مئات السفن، مع أن كريستوفر كولومبوس كان عنده تقريبا 3 سفن فقط. أمير البحر شانغ هي أيضا سافر إلى الصومال في إفريقيا وأخذ بعض الحيوانات معه إلى الصين. شكرا للمشاهدة، أتمنى أن هذه المعلومات تفيدكم. الرجاء نشر هذه الفيديو إلى الآخرين. شكرا للمشاهدة.